السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة جمالك ستور. النهاردة هكلمكم عن إزاي تعرفي نوع بشرتك. هي حاجة سهلة جدا، يمكن كتير عارفينها، بس دي أهم خطوة في إن انتي تعالجي بشرتك أو تهتمي بيها، وانتي تعرفي نوعها ايه أو تحددي نوعها ايه. طبعا لو استخدمتي حاجة غلط بيضطر يحصل لك مشاكل في بشرتك أو تحصل مضاعفات وتفتكري ان العيب من المنتج او كده، فانتي لازم تحددي نوع بشرتك الاول عشان تعرفي تتعاملي معاها صح. اول حاجة هتعمليها تغسلي وشك كويس، ولو في ميك اب هتشيليه، وتنضفي وشك كويس جدا، وتقعدي ساعتين من غير ما تحطي اي حاجة خالص، كريمات او اي حاجة. وبعد كده بعد ما يعدي ساعتين تختبري بشرتك. هتعملي ايه؟ هتبصي عليها، انتي هتحطي ايدك مثلا او منديل، يعني ايا كان، هتشوفيها. لو هي مفيش اي جفاف، مش حاساها مشدودة، مش حاساها شدة، مش حاسة ان فيها اي لمع او زيوت او دهنية او اي مكان دهني، او لو حطيت صابع كده مثلا في التيزون شفت اي دهون او حاجة تحت صوابعك، يبقى بشرتك عادية. تمام. لو بشرتك عادية فانت محتاجة في العناية بتاعتك منتجات تكون لطيفة على البشرة، تكون بترطب، تكون بتعمل توازن، مش حاجات فيها دهون زيادة او تكون سك عليها، او حاجات تكون برضو لايت قوي زي الجل والحاجات دي. بتحاولي تعملي توازن في منتجاتك اللي بتختاريها ليها. لو لقيتي زيوت او دهون في وشك كله بقى، في قرطك ومناخيرك وتحت عينك وخدك ودقنك، حسيتي ان في لمعة او انتي بتعملي بصوابعك كده في طبقة زيتية بتظهر في صوابعك، فيبقى انت كده بشرتك دهنية، بتحسي فيها بلمعة، بتحسي بزيوت، يبقى انتي معرضة ان انتي يطلع لك حبوب، فلازم تستخدمي منتجات معينة عشان تتجنبي الموضوع ده. وكمان معرضة ان مسامك توسع، فبرضو لازم تستخدمي منتجات تحاول تقلل ان المسام توسع وان يطلع لك حبوب. بتستخدمي حاجات خفيفة جدا في العناية زي الجل، حاجات السوائل، السيرومز كده يعني. لو حسيتي بعد الساعتين دول ان انتي بشرتك ناشفة شوية، في حتت ممكن تبقى بتحرقك مشدودة، طبعا احنا بنقول تنظيف عميق، تمام. فانتي لو حسيتي ان بشرتك ناشفة وبتحرقك، وانتي لما تمشي ايدك عليها مش مستحملة ايدك وحاستها مشدودة، يبقى انتي كده بشرتك جافة. البشرة الجافة دايما يبقى صديقها الصدوق اللوشنز والكريمات الايمالشنز، الحاجات اللي هي ترطيبها عالي جدا، بالليل بالنهار طول الوقت، اي حاجة تستخدميها حتى لو كان ميك اب تكون فيها مرطبات، دي البشرة الجافة. لو لقيتي وانتي بتختبري بشرتك لقيتي التي زون بس، اللي هي منطقة الانف والجبهة والدقن، هما اللي فيهم طبقة زيت او حاسة بملمسهم زيتي شوية، وبقيت وشك لأ عادي او جاف، يبقى انت بشرتك مختلطة. لو لقيتي الجزء اللي هو الغير دهني او الغير زيتي عادي، مش جاف ولا مشدود ولا بيحرقك، انت هتقولي ان هي مختلطة، بس هتتعاملي معاها على انها شبه عادية. لو لقيتي جاف ومتحسس وحاسه ناشف ومشدود، يبقى هي دي بشره مختلطه، فبتتعاملي معاها معامله خاصه. ففي بشره مختلطه اللي هي الجزء اللي هو الغير دهني او غير التيزون بيكون جاف، دي بتتعاملي معاها لانها بشره مختلطه. لو هي جزء الدهني في التيزون والباقي عادي مش جاف، يعني مرتاح مش مضايقك مش تعبان، بتتعاملي في اغلب الاوقات مع بشرتك وفي المنتجات على انها عاديه. تمام.